كيف نعمل صابون للمناسبات مع عامر؟ نحتاج إلى قالب سيليكون، 360 غرام صابون شفاف، ألعاب أطفال صلبة، إبريق عيار. نضع الصابون في إبريق عيار ونضعه في الميكروويف حتى يذوب. بعد أن يذوب، نسكب طبقة بسيطة في قالب السيليكون، ثم نضع اللعبة مع الحرص بوضع الشكل الذي نريده أن يظهر متوجهاً للأسفل، ونكمل صب الصابون فوق اللعبة. ننتظره ليجف، ثم نخرجه ونضعه في سلال العرض،